نشوف طقس مع غيوم وضباب على المرتفعات. إذا طقس الويكند أو طقس العيد يلي ناطرنا رح بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. الليلة الحرارة ببيروت عم بتسجل 24 درجة، الأرز 15، 24 درجة بطرابلس، 16 بعلبك، 19 زحلة، وصور 24 درجة. بكرة طقس عم بيكون غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، بكرة 33 درجة ببيروت، 25 الأرز، مثل ما عم تلاحظوا انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، طرابلس 32، 33 بعلبك، زحلة 33، وصور عم بتسجل 31 درجة. الرياح لبكرة عم تكون جنوبية غربية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة المي 29 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تراوح بين 65 و 75%. طقس الويكند على الشكل الجيلي، بكرة الجمعة الطقس عم بيكون غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، لنهار السبت انخفاض بسيط ل 32 درجة، طقس مكمل غائم جزئيا، لنهار الأحد كمان 32 درجة، طقس عم بيكون غائم جزئيا، والتنين بداية الأسبوع الحرارة تستقر على 32 درجة والطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. هيدا كان كل شيء بنشرتنا لليلة، عودة عندك بسام وديما.